وانا والله فرحان شديد وانكم ناس اخواننا منكم جونا في المعايد ودرسوا معانا ورجعوا ناس فاضل احسنهم اخونا ابراهيم بيريس من البشي واخونا شيخ عباس واخونا شيخ ابراهيم تلقى على التوحيد احسنهم الله اكبر واخونا حافظ ادم دي الناس اخواننا واحبابنا ما جمعنا الاهل الاهل ما بيناتنا اهل لكن بيناتنا اقوى من الاهل التوحيد الله اكبر يفتى الله واحد دي العقيدة دي والله واحد والمنهج ده ما اقوى منه وده الله بنصر بالعباد وبيأمن بالبلاد وده فيه الخير في الدنيا وفيه حسن الخاتمة وفيه القبر من قرابة من رياض الجنة وفيه الأمان يوم القيامة من العذاب وفيه دخول دار الكرامة دار الخلد جنة عدن جنة الفردوس شوف نحن كلامنا كله دور حول ثلاثة أشياء فين اثنين سبب الأمن التوحيد والشكر والشيء الثالث ده سبب الشر والخوف والرعب الشرك بالله قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة شو الكلام ده كيف كانت آمنة مطمئنة آمنة ومطمئنة نمرة ثلاثة يأتيها رزقها رغدا يعني الرزق ما بيجي شوية بيجي كثير وهني يأتي كثيرا هنيئا مريئا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى فكفرت بأنعم الله وأنعم عليهم كفروا بهم لا شكروا النعمة لا آمنوا بالله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون